بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني ومتابعي الأعزاء أينما كنتم، في فيديو جديد إن شاء الله مبشر بالخير. أغرب 3 رؤى رأيتها هذه الفترة هي طرحت علي لكي أفسرها، لكن لم أكن أعرف من هم أصحاب الرؤيا، لأن هذا في دروس تعليمية، يعني عندي ناس تتعلم معي التفسير بإذن الله السميع العليم، وما يعني وفقنا فيها الله نعين به الناس، والله يعني ولي التوفيق. فمن جملة هذه الرؤى التي كنا نفسرها ونتناقش فيها 3 رؤى غريبة، فيها المبشر وفيها المنذر في نفس الوقت، وفيها يعني رؤى غريبة شوي، قد تقول أنت ربما أضغاث أحلام أو حديث نفس. سأطرح عليكم هذه 3 رؤى. أول واحدة، شخص رأى هواتف جوالة مرمية في شارع مثلا بلدة، نقول كأن يعني الناس غير موجودة والهواتف مرمية في الشارع. هنا إخواني الكرام أنا استنبطت من تفسير الرؤيا شيء، أني أول شيء عدت إلى حديث سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال: تخوشنوا فإن الحضارة لن تدوم، وكلامه صحيح. ثم إخواني الكرام، أين يقع يعني التبشير في هذه الرؤيا؟ بأن الناس إخواني الكرام قد تتجمع من جديد، فالهواتف هذه فرقت عائلات ويعني خربت بيوت، نقول يعني للذين لم يعرفوا كيف يتصرفوا فيها، وأدخلت يعني أشياء وثقافات غريبة على المسلمين يعني للأسف. وأيضا فيها إخواني الكرام ما يدل على توحد الأمة إن شاء الله وعودة الخير لهذه الأمة الإسلامية، ولكن المنذر فيها إخواني الكرام قد يدل على قطع صلة الأرحام، وإذا قطعت الأرحام وقطعت الأرحام بمعنى آخر، فإن هذا إنذار بالعذاب إخواني الكرام، وإنذار من الله سبحانه وتعالى بقدوم الساعات الساعة الكبرى لا قدر الله، لأنها هواتف كانت مرمية في الشارع، والشارع للعموم يمشي فيه الناس، يمشي فيه المترجل كما نعرف، يعني تمشي فيه سيارات، دواب وكل شيء. فهنا إخواني الكرام يكمن أن الأمر قد يكون مخيف شوي في حالة معينة، لأني لا أعرف الرأي من هو. ثم إخواني الكرام الرؤية الثانية، شخص رأى نفسه يتبول ألوانا مختلفة. هذا الشخص يتبول أخضر أحمر أصفر أزرق، فأقول لهذا الشخص: أنك مضطرب، أنك بين معصية وتوبة، أنك بين يعني خير وشر يقع لك، لأن الألوان المختلفة قد يكون فيها الأحمر لون الدم، والأحمر لون الدم في التبول غير جيد، إلا للأنثى أحيانا يكون جيدا. فهنا أخي أو أختي، التبول بألوان مختلفة في نفس المنام قد يدل على اضطرابات ربما في حياة الإنسان، وقد يدل على إتيان الإنسان شفاء، لكن هذا الشفاء إخوان الكرام يكون فيه بعض الأمور التي تأتيه دفعة واحدة، فربما هذا الإنسان قد يفقد السيطرة على نفسه في حالات كثيرة، والله أعلم. ثم إخوان الكرام الرؤية الأخيرة، نبات شعرة واحدة لا نعرف أي، إن كانت في الرأس فالأمر محمود جدا، وأقول لك اقرأ سورة الشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني نبتت لك شعرة واحدة، فشعر يعني فجلدتك أو مساماتك مفتوحة، تستطيع أن تنبت شعرا آخر دون اللجوء إلى عملية أو زرع شعر أو استعمال مواد أو يعني كيميائية أو غيرها لتنبت شعر. فنبات شعرة واحدة من المبشرات، يعني بصيص أمل، لكن نبات شعرة في مكان مثل الإبطين أو العانة، هنا الأمر يعتبر غير جيد، فيدل على أنك قد تقحم نفسك أو تدخل نفسك في مشكلة، وتبدأ لك هذه المشكلة بوادر ظهور وتنبيهات من عند الله أن تعود على هذا الأمر. قد يقول مثلا نبات شعرة واحدة في الأنف أو في الفم أو في اللحية، هذا يعني يختلف حسب نوعية الإنسان، يعني أنثى أم ذكر، يعني جنس الإنسان، وحسب مكان إقامته، وحسب شكله أصلا، يعني قد لا يمكن أن نحددها بالضبط. نبات شعرة في العين قد تدل على الولد، قد تدل على إصابة الولد بشيء، لربما إن كان عندك ولد قد تصاب، يعني أنت أخي بعين لا قدر الله لامة تسبب لك يعني مشاكل كثيرة لا قدر الله. يعني نبات شعرة واحدة تكون ظاهرة في مكان لا يكون مستحب،
يعني غير جيد، في مكان مستحب جيد. تقول لي في الأنف، في الأنف لها تفسيران تأويلين. التأويل الأول أنه أمر قد يتعطل لك، مثلا في حمل، في زواج، في طلب نكاح مثلا، هو الزواج نفسه، في أمر يعني ربما يعني الأمر دنيوي، وقد يدل على أمر طيب إخوان الكرام، لأنكم تعلمون أن الشعر في الأنف قد يقوم بتصفية الهواء ويترك الأتربة لا تدخل إلى الأنف، بالتالي لا تدخل إلى الجهاز التنفسي، فهنا أيضا لها تأويل آخر طيب وجيد جدا بإذن الله. هذا هو إخوان الكرام ما سمعته وما يعني ورد علي من 3 رؤى حسيتها غريبة شوي، فأردت أن أشاركها وإياكم. لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.